ايه النصائح اللي تحب تديها للناس للمساعدة على تجنب الجيوب الانفية، التهاب الجيوب الانفية؟ والله بنقرب الدورة عشان الناس فور اول. انا اعتقد ان الجيوب الانفية والتهابات الانف من الفيمسنج او النص او الاكثر حاجة الانسان او الناس بتعرض لها لسببين، السبب او تلات اسباب. السبب الاول ان الانف بتاعتنا هي بالبوابة او اول حاجة لبداية الجهاز التنفسي، وبالتالي طول ما هو الانف او الباب مظبوط انت بروتكت يور سيلف، يعني هتحمي نفسك وتحمي بالذات الجهاز التنفسي بتاعك. زي الباب بالظبط كده، لو الباب بالبيت كويس مفيش حد هيخش خلاص، ولا انفكشن ولا ميكروب ولا في حاجه هتخش، وبالتالي انت بتحمي جهاز التنفس كله. الفم ربنا خلق طبعا الانف للتنفس والفم للايه؟ للاكل والشرب واكيد للكلام. لكن اللي بيحصل ان ساعات الانف ما نهتمش بيه زي احنا بنهتم بالسنان والكلام من ده والكيرنج بتاعنا بتاع الفم عموما، فبنهمل الانف، وبالتالي الانف يحصل فيها مشاكل، لا اما تستقبل الميكروبات او التوكسينز او اي شيء احنا بنشوفه على في الهواء عموما ويفضل في الانف وبالتالي يعمل مشكله. العين بعد كده بيعاني ان هو انف مقفول، ويبدا يفتح فمه ويبدا يستخدم الفم كتنفس بالذات ساعه النوم، وده اخطر حاجه للجهاز التنفسي، لان اوريدي ربنا خلق الانف مخصوصا للنفس ودخول الهواء، وعمل فيها حاجات لترشيح الانف وتقتل الميكروبات اللي بتخش، ولها نظام ربنا خلقه عشان يخش الهواء للصدر كويس، وخلق الفم على حاجات تانية للفم، وبالتالي الفم لما يتفتح اثناء النوم بالذات يبدا يساعد بقى، لانه مش مجهز ان هو يفايتنج او يغطي الميكروبات اللي في الجو، وبالتالي يبدا يسمح بدخول الميكروبات للصدر، وبالتالي المريض بيشتكي من صدره بيتعبه كتير، وهي المشكله كلها في الانف بالذات اكثر حاجه طبعا بالاطفال. بعد كل دلوقتي لازم نهتم بانفنا جدا. الاهتمام الوحيد للانف واحسن شيء ان احنا زي ما بنغسل سناننا هنغسل انفنا، بس عشان نغسل الانف بتاعنا ما بنقدرش ندخل حاجه ونغسل، لا احنا بنغسله بإيريجيشنز او استنشاء الانف بالميه، وبالذات لما يكون الميه فيها شويه ملح بسيطين، يعني بنسميها سلايم، ودي بتبقى موجوده ساعات في الصيدليات جاهزه او ممكن نحضرها في البيت باسلوب بسيط خالص، تكون حاجات خفيفه بحيث ان هي تساعد على ذوبان الانف والميكروبات وتقتل الميكروبات كمان في الانف وتطردها بقى. استنشاء الانف مهم جدا للوقايه من امراض الجهاز التنفسي عموما كلها، وبالذات لو عملنا مثلا اكثر من 3 مرات في اليوم او 4 مرات او شيء، بالذات قبل النوم وبعد النوم. قبل النوم يبقى انت بتغسل انفك عشان انت جيت الشغل بره كل النهار، تعرضت لتراب وتغسل في الجو نفس طول النهار، وبالتالي بتغسل الانف من جميع الميكروبات دي. وساعه ما بتقوم من النوم بتغسليها، لان طول النوم بيبقى الانسان نايم وتبدا الافرازات تشتغل وتتكامل والميكروبات تبدا تنشط في الفتره دي، فيبقى انت غسلت انفك، عملت ووش للانف بتاعك مرتين في اليوم. بس طريقه الووشنج مهمه جدا. طريقه الوشنج ان انا باستنشاء لابد ان انا ادخل الميه داخل الانف كامله واخرجها، والدليل ساعات انها تنزل من الانف تنزل من الفم او تخش من الفتحه دي وتخرج من الفتحه دي، يبقى احنا عملنا سيركل او تأتأ. ده هو الطريقه الصح عشان ان انا اعمل. في كل محاضراتي انا دايما اختمها ان احنا الاستنشاء بالذات في الاسلام طبعا، عشان اي حد مسلم ان هو بيستنشا 5 مرات في اليوم، وكل مره 3 مرات، وديت بعد الدراسه وكده ان هي دي فعلا احسن حاجه ان الانسان يستنشا كتير كتير كتير. فنصيحه العنايه بالانف مهمه جدا، والاطفال حيث الاب والام ذات الام طبعا انها تعتني بالطفل والفتحه اللي هي تعمل تنظيف الانف بتاعه. طبعا الطفل ما بيعرفش، لابد احنا بنعلمه او احنا بنستخدمه باجهزه متوفره في الاسواق والصيدليات، ان عباره عن جهاز عباره عن لغسيل الانف، ومعروف ان احنا نحط سلاين او محلول ملح ونبدا نغسل الانف مرتين، وده مره واحده في اليوم، فده مفيد جدا جدا جدا. شكرا لحضرتك يا دكتور.